مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان مع بابا حبيبي اشهر بائع لبريوات في ساحه المارشال. يعني غير اود لنا ان رمضان كيفاش دوزو، خاصه انه رمضان كامل ما خدمش، دوز رمضان كيف ما قال لي مع وليدات الشعب. يعني كل مره فين كيفطر مع الوليدات، كل مره في بلاصه، كل مره في منطقه. دابا غيعاود لنا الاستعدادات ديالو للعيد والفرحه ديال العيد. السلام عليكم بابا حبيبي. وعليكم السلام. دوزت رمضان احلى رمضان في حياتي، دوزته مع وليدات الشعب، وليدات وبنيتات، واحد الاستقبال وواحد الحب وشي تعناق وشي هادي اكثر من باهم الدوريجين. علاش؟ بداك الحب ديالي لهم. وتانا راني فرحان، قول لي باش فرحان؟ فرحان مناسبة العيد، راني وجد شي واد ديال البريوات ان شاء الله. نهار العيد غادي نخدم، ما يمكنش باش كاع وليداتي وبنياتي، ماشي دابا وليداتي وبنياتي كيجيبوه حتى والديهم. واللي قال لا انا معروف على الساحه ديال المارشال، يعني الساحه ديال المارشال انت معروف. راه شوف يقول لهم بابا حبيبي، اما لا قلتي لي مستعيد ولا قلتي لي عبد الرحمن، راه ما كاينش اللي يعرفني. الاسم الملقب هو باش معروف. رمضان علاش ما خدمتيش رمضان كامل؟ رمضان ما خدمتش بنتي، ما كنقدش كنكون عيان وهادي. حتى البريوات ماشي كون وحتى بريوات في هاد الوقيته هنايا كيكون دابا عرفتي بالنسبه مع الناس صايمين، ولكن وبريوات ماشي شي حاجه حلوه. دابا الناس ديال في رمضان راه كيوجدوا بريوات مالحين، كيوجدوا المالح وكيوجدوا الحلو والشباكيه. وتانا راه كنخدم من 11 شهر في العام. رمضان بالنسبه ليا وللجميع ديال الراحه وديال العباده مع الله سبحانه وتعالى. سيدي رمضان مع الوليدات ديال الشعب، واش كانوا كيعرضوا عليك الوليدات اللي كتعرف كل مره كيعرضوا عليك، ولا انت كنت كتجمع معاهم كتفطر معاهم؟ انا كنتجمع معاهم بلا ما نجبدوا الاسم، انا سميتو كنفطر معاهم في واحد الجمعيه. ما نمشي لي عند هذا لي عند هذا، كنفطر معاهم بجمعية وبواحد الفرح وبواحد سمعتي ما تلقاش حتى بالفلوس. كنمشي كنفطر انا ووليداتي وهادي نتسلم معاهم وشكرا. والعيد نهضروا على العيد، استعدادات شنو استعدتي للعيد؟ حيت دابا الناس كيشريو الحوايج كيمشيو عند العائله، كيفاش انت كدوز؟ انا بابا حبيبي موجد داكشي اللي كيبغيو بنياتي ووليداتي، كيبغيو بريواد ولينين ولي صوت. راه دابا نيت دابا ملي كنتلاقى معاهم كيقول لي بو حبيبي راه توحشنا ناس تبورقوبي، راه توحشنا ناس تقمتشين. وكانوا دابا كيجيو عندي شي كوازنا وداك الشيء، ملي تعرفت عليهم وليت كنسكت كيقول لي شوف بو حبيبي حنا راه كتجيبنا عندك الهضره. كنقول لهم وليداتي انا واخا نحيد البريش راه تلقاو بابا حبيبي شاد لا شارج. يعني دابا تبارك الله الوليدات كيتسناو غير انت يوصل العيد. ايه دابا راه كندوزو في الزناقي وبابا حبيبي كنقول لهم العيد وليداتي كنقول غادي. ودابا ماشي كي قال لي راه غنجيو عندك غير هنا، قال لك غنجيو نجيبو حتى والدينا. علاش؟ حتى يعرفوا حتى العائله ديالك. انا شحال من اكثريه بلاك الدريات. وبابا حبيبي وشكرا. تعطي واحد الشكر ولا تحيه لشيف كويزيني نقدر انك توجهها لهم؟ قلتي لي كيضربوا تماره في رمضان تيخدموا، يعني وحنا عارفين. واحد التحيه خاصه للكوازنا الشافات الكبار والمساعدين ديالهم ولي بلانجور، وعلى راسهم مدرسه فندقيه. وكنقول لهذوك الوليدات والبنيتات تهلاو ليا في لا ديسيبلين مع الشافات سيربيس ومع والديكم ومع الله اللي خلقنا جميعا. يعني مشاهدي قناه بابا حبيبي اشهر بائع ديال البريوات اللي خدام هي ساحه المارشال، للاسف ما خدمش هذا رمضان. لا رمضان بغيتو روبو سو بلات. روبو سو بلات وما كنتعداش الكران. تحدي وليداتي كنفطر معاهم في الجمعيه. وكيفطر مع وليدات في الجمعيه؟ مع وليدات وبنيات. قال كيفرح معاهم، كيدوزوا اجواء زوينه، خاصه دوك الوليدات كيكونوا محتاجين للفرحه. لما فرحانين وكيقول لي يا بابا حبيبي راه حنا توحشنا لا صوت بورقوبي لا صوت كيمشين. قلت لهم نهار العيد راه تلقاو في المراره. هاد المراره كلمه غربويه، المراره هي اون فرونسي كيقول لي تيكتور. دونك نهار العيد ان شاء الله غيلقاو. مرحبا عند الجميع، مرحبا بكم، مرحبا بكم عند بابا حبيبي. شكرا لك بابا حبيبي، كنتمنى ان شاء الله مبروك عواشرك ودخل عليك بالصحه والسلامه ومبروك العيد ايضا. الله يبارك فيك وشكرا للصحافه وشكرا للمراسلين وشكرا للسلطه المحليه. شكرا. بارك الله عليك اسيدي ومنا مشاهدي. اهلا ودعكم، نتلقاكم في بث مباشر اخر موضوع اخر. نهار العيد ان شاء الله راني في البليصه. ان شاء الله، والسلام عليكم.